فضيلة الشيخ عطية فقر، وإذا سئل رجل أو امرأة عن أخلاق فتى أو فتاة يريدان الزواج وفي أحدهما عيب، هل يذكر العيب أو يستره؟ يجب قول الحق مهما كانت نتيجته، لأن من حق المسلم على المسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: وإذا استنصحك فانصحه. ولا يعد هذا غيبة، وذلك إذا كان القصد منها النصح والتحذير من الوقوع في الخطر، فالأعمال بالنيات، ولا يقصد من ذلك تشويه سمعة أحد والتشفي منه. ويدل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ويعجبني في هذا ما ذكرته كتب السير والأدب أن بلالا وصهيبا ذهبا إلى أهل بيت من بني ليث من العرب يخطبان، فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقالوا: بل تزوجاني والحمد لله. وعندما لامه صهيب على عدم ذكر المحاسن التي تشرف بها تاريخهما في الجهاد مع رسول الله، قال له: اسكت فقد صدقت فزوجنا الصدق. هذا. وإذا تم الزواج بناء على الأخبار التي نقلت عن الخطيبين منهما أو من غيرهما ثم بان غلطها، الحكم في ذلك جاء في سنن أبي داود أن أبا ركانة تزوج امرأة فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاجز عن تلبية رغبتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وتزوج رجل على عهد عمر وقد خضب شيبة، ولما بان لأهلها تدليسه شكوه إلى عمر فأوجعه ضربا ورد نكاحه أو أمره بطلاقها، والله أعلم.